التهنئة للعلامة الشيخ أبو بكر المسليار مفتي الديار الهندية حفظه الله ورعاه وبارك فيه وبعلمه ونفع الإسلام والمسلمين به وبتلميذه الدكتور أمين جزاه الله خير. العلم أشرق وجهه وتلالى والجهل نكس رأسه إذلالا والخير عم الهند يزهو والسنى في المعهد السني في كيرالا يا صرح آداب بجامعة الهدى منها الدعاة تخرجوا أجيالا لله جامعة غدت أنموذجا للجامعات وقبلة ومثالا 60 عاما وهي بعد فتية حسناء زادت رفعة وجمالا قد زانها حبر عميد حجة إن الصروح بمثله تتعالى خطت توسط منهجا وطريقة بين الجفاة ومن غلا أو غالا وتعهد الحرف الشريف بنشره لغة الكتاب فصاحة ومقالة مد الأواصر للكويت وثيقة فغدت جسور محبة ووصالة في ظل ديوان الرفاعي الذي كفاه غيث كم هماها الطالة في الهند والبنغال أمطر صيبا وتشاد والصومال جاد نوالا هذه مبرته وهذا بره والغرس يزهر والعطاء توالا فتقبلوا منه التحية واضرعوا ليحوز من حلل الشفا سربالا نقول فتقبلوا منه التحية واضرعوا ليحوز من حلل السنا سربالا رحمه الله ورضي عنه وبارك في شيخنا الشيخ أبو بكر المسليار وإن شاء الله سبحانه وتعالى ينفع به الإسلام والمسلمين وهذه بشارة طيبة للجميع. شكرا.